ألوان جذابة، علب متفاوتة الحجم بأشكال مختلفة تلفت انتباه المستهلك في المحلات التجارية. كل هذا يترجم توجه المؤسسات الوطنية نحو الاهتمام بالمظهر الخارجي للمنتجات في ظل وقف استيراد العديد منها وبحث آفاق تصديرها، حركية ساهمت في انتعاش الصناعة الوطنية الاستهلاكية ودفعت المصنعين إلى التركيز على تصاميم غلاف المنتجات. L'emballage il a un rôle très important parce que le client qui chauffe par exemple surtout il y a une PME PMI une petite entreprise avant le consommateur meyarfna il faudrait que il nous fait confiance et la première des choses qui va l'attirer ça va être l'emballage. خاصين لي قسم مدروس يعني كيما نقولوا من ناحيه الكول من ناحيه لي ماتير لي بريمير ديال الكارتون الامبالاج وزيد الدور البرينسيبال تاع الامبريمير هو اللي عنده دور كبير. مام بردوي يكون مليح ويكون جايب نتيجة ويكون ما يعوش الامبالاج معناها حاجة مليحة ومواصفات عالمية ولوخ سيرتو دركا. مواكبة تطور النمط الاستهلاكي للأفراد هو ما يسعى إليها المصنعون حتى ترقى المنتجات المحلية لتطلعات المستهلكين وتغطي طلب الإقبال على المستوردات منها. مستهلك باش يشري كاين امرين الامبالاج اول شيء هو الامبالاج الغلاف الخارجي للمنتوج يعطي اهميه ويعطي قيمه للمنتوج قد ما يكون الالوان مبسطه قد ما تكون الكتيبه واضحه قد ما يكون المحتويات صادقه قد ما المستهلك يقدر يهتم اكثر بالمنتوج ويشريه حتى يكتشف الذوق. وبما ان المستهلك هو المحرك الاساسي في عمليه التسويق لاي سلعه رصدنا آراء البعض حول نوعية تغليف المنتجات الوطنية. التغليف دوكا ولا تحسن بارابور واش كان مع اللون قبل، مي لومبالاج قادر ياتيري الكونسوماتور باسكو عنده ان بورسونتاج اللي ياتيريه. دوكا انا كونسوماتور كي يدخل الحانوت تعجبني حاجة تاتيريني باللومبالاج تاعو. دارنيير مو صابا بداو يبازيو على لومبالاج، مي دي فوا تلقى نقولوا لومبالاج باهي السلعة شوية شوية ودي فوا صافا، ومن ذاك العكس تلقى لومبالاج صافا با و والسلعة كاليتي. المنتج، المستهلك والمسوق كلهم أجمعوا على أهمية الصورة الخارجية للمنتجات، فكيف تتم عملية صناعة التغليف؟ بهذا المصنع تقوم هذه الآلات بتصميم أشكال مختلفة لتغليف عديد المنتجات الاستهلاكية. تعددت وظائف الآلات هذه، لكن الهدف واحد، العمل على إعطاء قيمة جمالية للمنتجات من جهة، إلى جانب تسويقها محلياً وتصديرها من جهة أخرى. المؤسسات الجزائرية بصفة عامة سواء كانت عمومية أو خاصة تعطي اهتمام كبير لمجال التغليف، خدت وجهة التصدير كيعني عامل مهم جداً لهذه السنة والسنوات اللي راهي جاية. دونك البرودوي كي يسافر ولا البرودوي كيكون كي يتصدر لازم يكون نوعية التغليف ونوعية التعبئة تكون ذات مستوى عالي وعالي جدا، لأنها راح تسافر راح تكون في أسواق اللي فيها منتجات تقدر تكون نفس المنتوج ولكن ذات نوعية التغليف ونوعية يعني لومبالاج ذات نوعية رافعة. أغلفة صديقة للبيئة هو التوجه العصري لمصنعي التغليف، فالعملية لم تعد تقتصر على الجانب الجمالي فقط بل أصبحت تأخذ بعين الاعتبار المعيار الإيكولوجي حماية للمستهلك والبيئة على حد سواء. بجانب الحفاظ على البيئة يعني زيادة عن الاسترجاع اللي هو يمشي مباشرة مع الحفاظ على البيئة، عندنا أيضا عندنا ما نصنعه على بالك الصناعة الورقية يعني فيها مخلفات وفيها يعني دي ريزيدو، احنا مؤسستنا أيضا راعت هذا الجانب هدايا. اعتماد المصنعين على استيراد المواد الأولية غالباً ما يشكل عائقاً أمام الدفع بحركية صناعة التعبئة والتغليف في الجزائر. عندنا حاجة اللي مازلنا مخصوصين فيها، ما نقولكش ماشي ناجحين فيها، سي لا سوتريتونس. تسمى ما كاش مؤسسات مصغرة اللي تقدر تسوتريتي معاها دي بياس. باغ إكزومبل حنا عندنا دي ماشين فابريكاسيون هنايا، نفابريكيو كامل لوتياج على ماشين، سي ديفيسيل. كل منتوج مصنع لازم له تعليم. لكن الفكره انه السوق مازال ضعيف، يعني لانه المستثمر كيفكر في مشروع انه باش يوسع نشاطه ولا يوسع منتوج جديد ولا لازم له في نفس الوقت سوق.
وفي ظل التوجه الجديد نحو بعث حركية التصدير وتقليص فاتورة الاستيراد، أصبح الاهتمام بجودة المنتجات الوطنية أكثر من حتمية حتى ترضي ذوق المستهلك من جهة، وتتماشى والمعايير الجمالية للترويج لأي منتج.